Have you had a bad experience with someone? Yeah, of course I did. Yeah. Is that the reason you don't want to date now? They're wrong. IB. A terrible experience with someone which was cheated on. It's worse. You know, it's way worse. إنباء من قلب الحدث وأخبار حصري عن نجوم عالم بوليوود والدراما الهندية. نقل مستعجل لملك بوليوود شاروخان إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، وخروج عائلته ببيان حصري لتوضيح تفاصيل مرضه ومستجدات حالته الصحية. نجمة بوليوود نور فتحي تفضح حبيبها الخائن بعد سنوات وتكشف تفاصيل تعرضها للغدر والخيانة بتأثر وغضب، وتخرج بتصريحات صادمة عن علاقتها الغرامية. حمل نجمة بوليوود كاترينا كيف يهز مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في لندن رفقة زوجها فيكي كوشال، وتفاصيل حصرية عن حقيقة حملها السري. ولا تنسوا دعمنا بوضع لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، ومشاركة المقطع مع عشاق بوليوود. وإليكم التفاصيل. لقد تصدر هذا الأسبوع مقطع جديد للنجمين كاترينا كيف وفيكي كوشال، وهما يسيران معا في شوارع لندن. وبعد ظهور المقطع امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات حول انتظار كاترينا كيف التي كانت ترتدي ملابس فضفاضة لطفلها الأول من زوجها فيكي كوشال، حتى أن صحيفة زوم قد أكدت على أن كاترينا حامل سرًا، وأن وجودها في لندن حاليا يعود إلى أن كاترينا تخفي حقيقة حملها عن الصحافة. اتشبه العديدون بنجمة بوليوود أنوشكا شارما التي فاجأت الجميع مؤخرا باستقبال مولودها الجديد دون الكشف عن حقيقة حملها، وعلى الرغم من خروج مصدر مقرب من عائلة كاترينا كيف ببيان ينفي حقيقة حملها، إلا أن المعجبون ما يزالون ينتظرون بفارغ الصبر إعلانا رسميا من الزوجين. जानम देख लो मिट गई दूरियां मैं यहां. لقد استفاقت الهند البارحة على خبر نقل نجم بوليوود شاروخان بشكل مستعجل إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية مستعجلة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، إذ خرجت عائلة شاروخان بتصريح حصري توضح تفاصيل حالته الصحية، إذ أكدت على أن شاروخان قد تعرض لوعكة صحية، ومع تدهور صحته تم نقله إلى المستشفى، كما خضع عدة فحوصات وتحاليل ونجح الأطباء في إسعافه وتلقي العلاج، إذ يرجع سبب اضطراب الحالة الصحية لشاروخان هو تعرضه لضربة شمس وجفاف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة في الهند والتي تجاوزت 45 درجة. كما أكدت مصادر هندية أن شاروخان قد شارك في احتفالات عائلية بعد فوز فريقه وتأهله للنهائي، لكن في اليوم التالي تدهورت حالته الصحية سريعا في فندق بمدينة أحمد أباد، كما قامت كاميرات الصحافة بالتقاط لحظة وصول جوريخان زوجة شاروخان وصديقته المقربة جوهي شولا وزوجها إلى المستشفى للاطمئنان عن الحالة الصحية لشاروخان. كما تم تداول أخبار غير مؤكدة على أن شاروخان قد عاد إلى منزله بعد إجرائه لفحوصات لازمة، إذ أعرب المعجبون عن قلقهم الشديد على الحالة الصحية لشاروخان وينتظرون بفارغ الصبر آخر المستجدات عن حالته الصحية.
وقد أصبحت تصريحات نجمة بوليوود نورة فتحي مؤخراً أكثر جرأة وصراحة من ذي قبل، إذ لأول مرة تعترف أمام جميع وبشكل مباشر أنها قد تعرضت لتجربة سيئة وصادمة في حياتها، إذ كشفت عن حقيقة تعرضها للخيانة والغدر من طرف حبيبها السابق النجم أنغاد بادي، إذ سئلت عما إذا كان السبب وراء عدم رغبتها في المواعدة وفشل علاقتها الغرامية، إذ أجابت بتأثر قائلة: لن أقول أن هذا هو السبب الوحيد، لأنني أريد التركيز على مسيرتي المهنية، لقد مررت بتجربة مروعة مع شخص. كما سئلت عما إذا كانت قد تعرضت للخيانة فأجابت قائلة: لقد تعرضت للأسوأ من ذلك بكثير، لقد كانت تجربة غريبة جدا ولا أتمنى ذلك لأي شخص، إنه شيء أغمق وأكثر قتامة وأكثر رعبا، لا أتمنى ذلك لأي شخص، لذلك كنت بحاجة إلى حماية حالتي ونفسي، لقد ضحيت كثيرا من أجل مسيرتي المهنية ولن أسمح لبعض البشر بتدميري، هذا السبب قمت بإنشاء هذا الحاجز، وأنا أؤمن بالحب وأؤمن بالله لكنني لا أؤمن في البشر. Nora.